بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 100 من دروس الفقه المنهجي الشافعي اليومية. العنوان: الحول والنصاب في أموال التجارة ومقدار ما يجب فيها. قال: عرفت فيما مضى أن أموال التجارة أو عروض التجارة هي تلك السلع التي تقلب بالمعاوضة لغرض الربح أيا كانت هذه السلع، وتسمى عروض التجارة. يعني سيارة، بقالية، اللي أي شيء بدك تبيعه هي اسمها عروض تجارة. يعني فاتح بقالية، فاتح أدوات منزلية، فاتح أي تجارة من التجارة، عم تبيع سيارات، عم تبيع أراضي، عم تبيع بيوت، كلها اسمها عروض تجارة. فكل سلعة يتاجر فيها الإنسان، سواء كانت أصلا من الأصناف التي تزكى كالذهب والفضة والحبوب والثمار والماشية. هلا الذهب والفضة والحبوب والثمار والماشية قلنا لها نصاب، أما بقية الأموال يعني في نصاب للسيارات؟ لا. في نصاب للسكر؟ لا. إذا هي شو بتنقلي على المال، على عروض التجارة. طيب، قال: فكل سلعة يتاجر فيها الإنسان، سواء كانت أصلا من الأصناف التي تزكى كالذهب والفضة والحبوب والثمار والماشية، أم كانت من غيرها كالأقمشة والمصنوعات والأرض والعقارات والأسهم، تجب الزكاة فيها بشروطها. إذا عرفت هذا فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب والفضة من حيث النصاب. الذهب والفضة النصاب قد ايه؟ 2.5%، ما عم بحكي عن الزكاة فيها يعني. والنصاب تبعها 20 مثقالا، والمثقال تقريبا 100 غرام. نعم. وحولان الحول، لا بد أن يحول الحول ولا بد أن تبلغ النصاب والنسبة المئوية فيها ما ذكرناه اللي هي 2.5%. إذا عرفت هذا فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب، يعني تقوم بالذهب والفضة حيث النصاب، وحولان الحول ومقدار من حيث النصاب وحولان الحول ومقدار ما يجب فيها، أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه. هلا الذهب ما حدا عم يتعامل بالذهب، بس حطوا بدال الذهب شو؟ النقد، الليره التركيه، الليره السوريه، الدولار الامريكي، جنيه استرليني، الجنيه المصري، وهكذا. نعم. وان كان هذا كله لعبوا فيه، يعني اليوم قيمه الدولار لا تساوي 5% من القيمه الحقيقيه، يعني قيمته الحقيقيه لا تساوي 5% من القيمه المتداوله الان. نعم. الله. أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به، فإن بلغت قيمتها قيمة 96 غراما، ما قلت لك قريب 100 غرام اللي هي نصاب الذهب من الذهب، أو قيمة 200 درهم من الفضة، وجبت فيها الزكاة، وله الخيار، يعني له أن يختار أن يقدرها بقيمة الذهب أو قيمة الفضة، إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عينا وجب تقديره به، يعني بقدرها بالذهب أو بقدرها بالفضة، إلا إذا هو بالأصل اشترى هذه المواد بالذهب فتتعين بأن تكون من الذهب. والعبرة ببلوغ الأموال التجارية نصابا آخر العام من البدء بالمتاجرة. يعني الناس الآن بتطالع الزكاة برمضان، جيد هذا الكلام، يعني فيه له أصل. ابن عباس يعني يذكر أنه كانوا يخرجون في رمضان، لكن لو أراد، لو بحثنا يعني بمعنى آخر، يجوز يا علي للإنسان أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول. يعني أنا زكاة مالي مثلا بالحج، بس طلعت في رمضان، لا مانع من ذلك، حتى لو راح المال لا سمح الله، كون أنا طلعت قبل بوقت، جائز. ويجوز للإنسان عند الشافعية أن يخرج عن سنوات قادمة. يعني بيلاقي إنسان مثلا مثل هلا وقت الزلزال راح بيته وقاعد بالشارع، بده يشتري له بيت، هو كل اللي معه زكاة مال 50,000،
والبيت حقه 500,000، تبعت علي؟ فبيروح بيدفع 500,000 من الزكاة وعن 10 سنين لقدام. بعدين بقى كل سنة هو دفع 50,000 عن كل سنة، زاد عليه 10 دفعهم، أو بيحسبهم بنقص 50,000 من السنة اللي بعدها وهكذا. فيجوز الإنسان أن يدفع مقدما في الزكاة. طيب، لكن إذا أردنا الواجب، متى يجب عليه الدفع؟ عند حولان الحول. أنا صار معي مال بواحد شوال أو بواحد ذي الحجة مثلا، صار معي نصاب لواحد ذي الحجة حتى يجب عليه، مش الطالع برمضان. واضح؟ لكن رمضان لأنه شهر كريم، ولأنه في آثار عن الصحابة أنهم كانوا يخرجون في رمضان، ولأنه يجوز أن يدفع قبل أن يحول عليه الحول، فتلاقي الناس الخير بيكثر سبحان الله في رمضان. الله. قال: والعبرة ببلوغ الأموال التجارية نصابا آخر العام من البدء بالمتاجرة. إمتى بلشت بالمتاجرة؟ ومعي نصاب؟ واحد ذي الحجة. لا واحد ذي الحجة. طيب، فلا يشترط بلوغ نصابا عند بدء التجارة ولا بقاء وكذلك خلال الحول. وبهذا يعلم أن المراد بالحول في زكاة التجارة مرور عام قمري على تملك السلع بنية التجارة، إلا إذا كان تملكها بنقد يبلغ نصابا أو يزيد عليه، فبدء الحول في هذه الحالة من تاريخ تملك النصاب من النقد الذي اشتريت به عروض التجارة. يعني المسألة في الزكاة عروض التجارة تختلف عن الذهب والفضة. هنيك بده يكون من أول الحول لآخر الحول مستمر النصاب. هون يبدأ بالتجارة وينتهي بالتجارة، بيناتهم طبعاً بيكون بالغ النصاب. بيناتهم بقى لو خسر الربح ما بيضر، المهم ننظر أول الحول وآخر الحول. وبناء على ما سبق، هذا من خلية بكرة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.